السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. افتتحت مدينة التنين رسميا اليوم المخصص للبيع بالجملة بهدف إتاحة الفرصة لرجال الأعمال والبائعين في المملكة بتسجيل طلباتهم لشراء المنتجات بأسعار الجملة، وذلك بكل يوم اثنين من كل أسبوع. وقد وقع عدد من رجال الأعمال على عقود خاصة للحصول على العديد من المنتجات بالجملة وتقديم طلبات لشراء المنتجات بأسعار الجملة. وينصب تركيز الشركة المشغلة لمدينة التنين تشاينا ميكس نحو السعي لزيادة معدل البيع بالجملة في المملكة، لجعل مدينة التنين الوجهة الأولى لتجار البيع بالتجزئة الذين يبحثون عن تعزيز تجارتهم وبناء علاقات فريدة في مجتمع الأعمال، مما سينعكس أو ينعش الحركة التجارية في الأسواق. هو الهولسيل كانت هي الفكرة موجودة من بداية تأسيس مشروع دراغون سيتي، على أساس أن تكون جزء من التجارة، تجارة الجملة. وطبعا تبتدي تتعزز وتنمو بعد مرحلة تأسيس. فجاءت طبعا هذه المبادرة لترجمة الفكرة طبعا في المعرض هذه، واللي يحوي على العديد من المعروضات اللي في مواد البناء وفي المستلزمات المنزلية والإلكترونيات وهذه.